صباح الخير مشاهدينا. قبل ما تعرفوا كيف رح يكون نهاركم، رح خبركم عن صفات مواليد برج الدلو تابعين لأول عشرية. بينقسم مواليد برج الدلو لثلاث مجموعات، تسمى كل واحدة منهم بعشرية أو ديكا، والعشرية أو المجموعة الأولى بتمتد من 20 حتى 31 كانون الثاني. بيتمتع مواليد هالمجموعة بصفات معينة بتميزهم عن غيرهم من هالبرج، فبيتميزوا بشخصيتهم الجذابة وحديثهم الحلو والطريقة الحلوة يلي بيتصرفوا فيها مع كل الناس، فمنلاقي الكل بيحبهم وبيحبوا يتقربوا منهم. حضورهم مميز ويعتبروا عنصر ناجح بالمجتمع يلي هن فيه من عمر صغير. بينعرفوا بذكائهم الحاد وبقدرتهم على التأقلم مع كل الظروف وقلب كل الأمور لصالحهم. اضطروني بكره تخبركم عن صفات مواليد برج الدلو التابعين للعشريه الثانيه، وهلا نبلش ابراجنا ال 12 مع برج الحمل. اليوم بتلفت انظار كل اللي حولك وبتخوض الكثير من التحديات بالعمل وبتحط النقاط على الحروف. تنجح بهالامر بسبب شخصيتك المسيطره على الاشخاص اللي حولك. اما عاطفيا، نقاش صغير بينك وبين الشريك ممكن يتحول لمشكله كبيره. برج الثور، كل شيء بتعمله رح يكون لصالحك، ما تخاف وحاول تتقدم بكل الطرق. الحظ مرافقك اليوم وبيدعمك بكل قوة، فكر منيح قبل ما تاخذ القرارات المهمة. أما عاطفيا، أنت متعلق كتير بالشريك وبتصرف معه بطريقة كتير حلوة. برج الجوزة، أنت اليوم منك قادر تتخذ قرارات وتحدد الأمور يلي بدك تقوم فيها، بتعيش بجو من الفوضى، انتبه من العصبية وابتعد عن إعطاء الأوامر لزملائك. أما عاطفيا، الشريك بحاجة إلك وبيطلب مساعدتك بمشكلة شخصية. برج السرطان، نشيط كتير اليوم، بتحكي كتير وبتعمل كل شيء بسرعة لأن عندك أمور كتيرة لازم تخلصها. نهار مليء بالتعب وبيحملك بعض التوترات على صعيد العيلة، فحاول ما تتدخل بالأمور يلي ما بتخصك. برج الأسد، مشغول اليوم بأمور مالية وبتخصص قسم كبير من نهارك لتخلص حساباتك، فمصاريفك زادت بالفترة الأخيرة وانتبه ما توقع بأي خطأ بعملك. أما عاطفيا، يوم مناسب لتقرب من الشريك وتصارحه بمشاعرك. منكفي أبراجنا مع برج العذراء، انتهت فترة المعاناة يلي مرقت فيها، بتسترجع قوتك اليوم وبتجرب تحل بعض المشاكل بالعمل. قم ببعض المبادرات وساعد زملائك إذا طلبوا منك المساعدة. أما عاطفيا، الهدوء والاستقرار بيسيطروا على علاقتك بالشريك هالفترة. برج الميزان، الأوضاع متوترة كتير اليوم وبتلاحظ إنه الضغوط النفسية والعملية زادت عليك. انتبه من كل شي بتقوله وبتعمله وفكر منيح حتى ما ينقلب كل شي ضدك. أما عاطفيا، الشريك بيحاول يخفف الملل يلي عم تقطع فيه بس مزاجك ما بيتحسن. برج العقرب، يوم روتيني وهادئ، ما في أحداث مميزة. ممكن تتعرض لاستفزاز أحد الأشخاص اللي بيشتغلوا معك، بس رح تسيطر على أعصابك وبتتصرف بكل برودة. أما عاطفيا، تمتلك قوة كبيرة اليوم بتخليك تعبر عن عواطفك للشريك بكل صراحة. برج القوس، مليت من الروتين اللي عايش فيه، فاليوم أنت مهمل كتير، ما بتسأل عن شيء وما بتهتم لأي أمر بيصير حولك. عاطفيا، شك الشريك دايم فيك عم بيعصبك كتير وبتضطر تواجهه بطريقة قاسية وبعيدة عن الهدوء والليونة. برج الجدي، أفكارك اليوم واضحة أكثر من الأيام يلي مرقت، بتبلش نهارك بنشاط كبير وبتبدأ بتحقيق أعمالك وبتصحيح الأخطاء يلي ارتكبتها، كما أنه بتبلش بالتفكير بأمورك المستقبلية. أما عاطفيا، سوء تفاهم بسيط بيخلق بينك وبين الشريك. برج الدلو، الضغوط العملية هي أكثر شيء مسيطر عليك اليوم، رح تنعجق بالعمل المتراكم عليك من فترة حتى إنك ما رح تلاقي الوقت لترد على أسئلة زملائك. عاطفيا، جرب تلاقي بعض الوقت للشريك. نوصل لآخر برج معنا، برج الحوت، الأمور منا ماشية لمصلحتك وبتكون عصبة من بداية النهار، ما حدا بيقدر يحكي معك وشغلك بالك بعض المشاكل الصحية يلي عم بتخلي مزاجك عطول متقلب. أما عاطفيا، الشريك واقف حدك بهالفترة الصعبة ومتفهم كل تصرفاتك العصبية. بالنسبة لمولود اليوم، فهو لطيف وحنون وبينسى بسرعة، صديق مميز ورائع ما بتقدر تتخلى عنه، واضح بيسامح الآخرين دغري وما بيحقد على حدا، بيساعد المحيطين فيه كتير وبيعتبر إنه مشاكلهم هي مشكلته إله كمان، ما بيتحمل الكذب، دبلوماسي وبيجامل كتير، بيشتغل بجهد وبينهي أعماله بهدوء، عنيد وما بيتراجع عن مواقفه وإرادته قوية كتير.
من مواليد اليوم الممثلة والمغنة الأمريكية إليزابيث أولسون. ولدت إليزابيث عام 1989 بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعروفة بليزي وهي الأخت الصغرى لماريكيت وأشلي أولسون. بلشت التمثيل عن عمر 4 سنوات وشاركت بعدة أفلام بأدوار صغيرة مثل How the West Was Fun، وبدأت شهرتها عام 2011 بفيلم مارثا مارسي ماي مارلين يلي نالت عن دورها فيه عدة جوائز عالمية. هذا كان كل شيء، بريك صغير ومنكفي من بعده MTV Live مع كاتفت.